عليك السلام وعليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد رحلة الإسراء والمعراج رجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمكة، ما كتراودوش ذرة من يأس، على الرغم من تصاعد الحملة ديال القمع ضده وضد عامة المؤمنين. رجع كيبشر بدعوة التوحيد، كيتلقى بجموع زوار مكة، كيمشي القبائل يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم باش ينصروه ويمنعوا عليه أذى قريش حتى يبلغ رسالة الله إلى الناس. فخلال موسم الحج للعام العاشر للبعثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان همه أنه يوجد قبيلة خارج مكة كتحميه باش يبلغ رسالة ربه وهو آمن. فكان صلى الله عليه وسلم كيعرض نفسه على الناس وكيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فمن قبائل اللي حدثها صلى الله عليه وسلم وفد قبيلة بني عامر بن صعصعة. فلما سمعوا منه قال واحد الرجل منهم وهو بيحار بن فراس، قال لهم: لو نصرتم هذا الفتى لملكتم به العرب. شوف يعني توسموا الصدق في داكشي اللي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقعوا له النجاح، وشافوا ان تحالف ديالهم معاه غادي يجعلهم واحد النهار في صدارة القبائل العربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن بايعناك وحميناك وأظهرك الله أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فقال له بيحار بن فراس: أفنهدف نحورنا للعرب حتى إذا أظهرك الله تركتنا؟ والله لا يكون أبدا. شوفوا أحبتي يعني كيفاش غلبت عليهم نوازع طلب الملك والسيادة، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصره ويكونوا له قوة وسند مقابل أنه يتعهد لهم بالملك من بعد منه إلى انتصر على الخصوم دياله. هادو تهما بحال قريش ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم كيبحث على ملك وسيادة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن هذا، فهو صلى الله عليه وسلم كتشغلوا الرسالة على كل مجد سياسي زائل. فلما رفض النبي صلى الله عليه وسلم العرض ديالهم وبين لهم أن الملك من علم الله والأمر دياله كيوضعوا حيث يشاء، تراجعوا وأعرضوا عن الفكرة، يعني فكرة الدخول في الإسلام. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرابح يعني بتراجع أمثال هؤلاء اللي كيبحثوا على السلطة والملك والجاه. ففي هذيك الظروف العصيبة من تاريخ الإسلام كان واضح ومؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غينتصرش بالانتهازيين اللي كتحركهم دوافع مصلحية لا تساوي شيئا في ميزان التاريخ وفي ميزان المعركة الفكرية والأخلاقية اللي كانت كتدور بين رسالة العدل والحرية والإيمان وبين ثقافة الشرك والتعصب والطغيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الأنصار أقوياء كيقبلوا الدعوة الإسلام بقلوبهم وعقولهم باش يكونوا له السند اللي كيحتاجوا من أجل تغيير مجرى التاريخ. من القبائل أيضا اللي حدثها النبي صلى الله عليه وسلم محارب بن خصفة وبنو فزارة وغسان وبنو مرة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وبنو كلب وبنو الحارث بن كعب وبنو عذرة والحضارمة، فتا وقبيلة منهم ما استجبتش. وكانوا بني حنيفة يعني هم أهل اليمامة، قوم مسيلمة الكذاب، كانوا أقبح من رد عليه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث: شر قبائل العرب بنو حنيفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، ما ييأسش، بل استمر بالمحاولات. وكان عمه أبو لهب كل ما كيدخل لشي قبيلة كان باش يدعيها الإسلام كان كيتبعه وكيقول لهم: لا تصدقوه، أنا عمه وأنا أعرفه، إنه مجنون. فكيصدقوا أبو لهب وكيخليوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كيصطحب معاه، كيدي معاه أبو بكر في بعض المقابلات ديالو مع القبائل، لأن أبو بكر كان يعني كيعرف أنساب العرب. الأمر اللي ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم في التعرف على معادي القبائل، فكيوقع الاختيار على أفضلها باش تحمل تبعات الدعوة.
قصد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر بني شيبان، وقبل الدخول عليهم قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو آمنت هذه القبيلة لأعزنا الله بهم. ثم دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فسألهم أبو بكر، وكان فيهم واحد رجل يدعى مفروق، كان يعني أحسنهم لسانا، كان كيعرف يتكلم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: كم عددكم؟ كيقصد يعني المقاتلين. فقال مفروق: يزيد على 1000، يعني فوق 1000. فقال أبو بكر: فكيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجد والبدل، وعلى الله النصر والفوز. فقال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال: إن أشد ما نكون غضبا حين نلقى عدونا، وإننا نفضل الجياد على الأولاد، يعني كانوا كيفضلوا يعني الفرس على وليداتهم. ثم شاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لعلك أخو قريش. فرد أبو بكر قائلا: إن كان بلغكم أنه رسول الله فهذا هو. فقال له مفروق: إلى ما تدعونا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤموني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال له مفروق: وإلى ما تدعو أيضا؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فقال: فقرأ لي الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأ لي القرآن. فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق. وهنا ينطق واحد منهم، هاني بن قبيصة، فقال: قد سمعنا مقالتك، ولكن أن نترك ديننا ونتبعك في جلسة واحدة إنه لوهن في الرأي. قال له: ما يمكن لناش يعني ناخذ بكلامك من أول مرة، ولكن ننظر ونفكر ونعود إليك. وهنا ينطق واحد آخر، المثنى بن حارثة، قال: إني أرى ما تدعو إليه لا تقبله الملوك، وإني أرى أن الفرس لو سمعت بهذا الكلام ستحاربنا، وإننا بين الفرس والعرب، يعني هما يعني قرب الفرس. فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنهم ما يقدروش يحميوه من جا يعني من جانب، يقدروا يحميوه غير من جانب العرب، أما الفرس فلا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني ما أسأتم الرد إذا أفصحتم بالصدق. وقام عليه الصلاة والسلام ومشى هو وأبو بكر. ثم بعد قليل رجع لهم وقال لهم: أرأيتم إن أظهرني الله وملكني أرض الفرس أتسبحون لله وتقدسونه؟ فقالوا جميعا وبصوت واحد: اللهم نعم. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وكقرأ قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما استشبوت لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما استجبوش في ذاك الوقت، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر رضي الله عنه الخلافة، بلغوا أن بني شيبان سلموا وهما كيخوضوا معارك مع الفرس، وأن البطل ديالهم والقائد ديالهم اللي قاد الفتوح في أرض العراق شخص سميته المثنى بن حارثة. فرسلوا أبو بكر، فجاء المثنى وقف أمام أبي بكر فقال له: لو رآك النبي لفرح بك. فبكى المثنى وقال أبي بكر، قال له: فاتتني الصحبة يا أبا بكر، والله لا أدري كيف ألقاه يوم القيامة. ثم قرأ قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وبدأ كيبكي. بعد ذلك أحبتي اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بضماد الأزدي وهو من اليمن، وكان كيعالج من الجن. قدم مكة فاسمع السفهاء ديالها كيقولوا أن محمدا مجنون، فقال يعني قال مع رسول الله: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فجاءوا تلقى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد، إني أرقي من هذا الريح، يعني كنداوي من الجنون، فهل لك؟ يعني تبغي نعالجك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ لي، قال له: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال يعني ضماد، قال له: أعد علي كلماتك هؤلاء. فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ديال المرات وكيعاود عليه نفس الكلمات. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء،
فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. يعني قال له ما عمرني سمعت بحال هذا الكلام اللي سمعت منك. قال له هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعوا. فلما رجع ليثرب تقتل في واحد الوقعة بين الأوس والخزرج، والأغلب أنه أسلم في أوائل السنة 11 من النبوة. بعد ذلك أحبتي اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بطفيل بن عمر الدوسي. كان هذا رجلا شريفا شاعرا لبيب، رئيس قبيلة دوس. فاستقبلوا أهل مكة قبل ما يصلي لها، استقبلوه يعني بكل حفاوة، وما يقولوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. كيقول طفيل فوالله ما زالوا بي، يعني بقوا عليه حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرصفة، يعني شد عمرو دينته بالقطن خوفا من أنه يعني يبلغوا شي حاجة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه. جاء حدث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي وهتك لأمي، والله إني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته، إلا كان كلامه يعني مزيان قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت، تيحكي تيقول فمكثت حتى انصرف إلى بيته، فاتبعته، تبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه وقلت له أعرض علي أمرك، فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق يا الله. وقلت له، يعني قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. فدعا الزوجة ديالو الإسلام فسلموا، وانتقل العشيرة ديالو، فما سلم منهم حتى واحد سوى أبو هريرة رضي الله عنه، فيعني خدلوا حتى سال الصبر ديالو معهم. فركب الراحلة ديالو ورجع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيشكيلوا الإعراض ديالهم. وكانت المفاجأة اللي أذهلت طفيل لما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم الكفين ديالو إلى السماء، كان خايف أنه يدعي عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن محمد الرحيم صلى الله عليه وسلم كيقول اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. ثم قال الطفيل ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم، يعني سير القوم ديالك يعني دعيهم ولكن كن رفيق بهم ورحيم. فنهض ورجع للقوم ديالو يدعوهم بأنات ورفق. وبعد فتح خيبر جاء واحد الموكب فيه 80 أسرة من دوس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا مكبرين مهللين، جلسوا بين يديه كيبايعوه، وخذوا الأماكن ديالهم والطفيل بين المسلمين وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك واجعل شعارنا مبرور. ففعل صلى الله عليه وسلم. دخل طفيل بن عمرو الدوسي مكة، دخلها فاتح مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وبعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، شارك طفيل رضي الله عنه في حروب الردة، حرب وفي موقعة اليمامة، خرج مع المسلمين والابن ديالو عمرو بن طفيل. ومع بدء المعركة بدأ كيوصي الابن ديالو أنه يقاتل قتال الشهداء، وخبروا بأنه كيشعر أنه غادي يموت في هذه المعركة. وهكذا رضي الله عنه حمل السيف ديالو وخاض القتال في تفاني مجيد، وقد أبلى في الإسلام يعني بلاء حسنا، وتقتل شهيد يوم اليمامة. أحبتي في الله، لهنا كتسالي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أنني ألقاكم في الحلقة القادمة بحول الله، ولقاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع أول موكب من مواكب الخير، مع استدي النسمات اللي غادي تحمل الخير وغتنشره في أرض يثرب. لقاء كان نقطة تحول تاريخي في مسار الدعوة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.